نروح بقى معاكم من المسابقات المحلية للحدث العالمي الأهم يورو 24. امبارح اختتمت منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة والسادسة، والنهاردة هتكون مرحلة المجموعات تماما خلاص بتنتهي، واتحددت خلاص كمان ال 16 منتخب اللي تأهلوا لدور ال 16. فالمجموعة الخامسة اتعادلت سلوفاكيا مع رومانيا بهدف لكل فريق، وكمان اتعادلت أوكرانيا مع بلجيكا بدون أي أهداف، فمجموعة معقدة جدا، وبتساوي الأربع منتخبات مع بعض في رصيد 4 نقاط في سابقة يمكن تكون نادرة جدا إن هي تحصل في البطولات. وأصبح ترتيب المجموعة بعد فوارق الأهداف كالتالي: رومانيا معها 4 نقط، طبعا زي ما قلت لحضرتك كلهم معاهم 4 نقط، كمان بتيجي بعدها بلجيكا 4 نقط وتأهلت برضو لدور ال 16، أما سلوفيكيا اللي معاها 4 نقط اتأهلت لدور ال 16 كأفضل تالت، وأوكرانيا كان معاها 4 نقط. نروح معاكم للمجموعة السادسة. المجموعة السادسة قمة الإثارة أكيد، البرتغال بتخسر من جورجيا 2-0، وتركيا كمان بتفوز على التشيك في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1، عشان يكون ترتيب المجموعة جه كالتالي: البرتغال 6 نقط وتأهلت طبعا لدور ال 16، تركيا 6 نقط وتأهلت برضو لدور ال 16، وجورجيا 4 نقط وتأهلت لدور ال 16 كأفضل ثالث، أما التشيك فأنهت المنافسات بنقطة واحدة. كده بيكون خلاص انتهت مرحلة المجموعات، والمنتخبات المتأهلة من المجموعة الأولى ألمانيا، سويسرا، من المجموعة الثانية أسبانيا وإيطاليا، ومن المجموعة الثالثة إنجلترا والدنمارك من وسلوفينيا كمان، ومن المجموعة الرابعة النمسا، فرنسا، هولندا، والمجموعة الخامسة رومانيا، بلجيكا وسلوفيكيا، ومن المجموعة السادسة البرتغال، تركيا وجورجيا. مباريات دور ال 16 هتكون كالتالي: يوم السبت يوم 29 يونيو الساعة 7 هتكون في مواجهة بتجمع ما بين منتخب سويسرا وإيطاليا، والساعة 10 ألمانيا هتكون في مواجهة منتخب الدنمارك. أما يوم الأحد يوم 30 يونيو فالساعة 7 إنجلترا مع سلوفاكيا، الساعة 10 كمان هيكون في مواجهة أخرى هتكون بتجمع ما بين منتخب إسبانيا وجورجيا. أما يوم الاثنين يوم 1 يوليو الساعة 7 فرنسا مع بلجيكا، والساعة 10 البرتغال هتكون على ميعاد مع سلوفينيا. يوم الثلاث يوم 2 يوليو الساعة 7 رومانيا مع هولندا، والساعة 10 النمسا هتواجه تركيا.